still we're missing one judge. أستاذ ماجد، أستاذ خليل المختار. الفئة التاسعة وتسعة أمهار بعمر السنتين تغادرنا الآن واحدة تلو الأخرى أو واحد تلو الآخر لنعود ونستقبل كل مهر على حدة بتوفيق للجميع إن شاء الله. It's a total of 9 beautiful colts, 2 years old. We'll be seeing each of them performing alone individually in front of the judges. All the best.
بعد مغادرة هذه الأمهار دعونا نستعد الآن لنستقبل أول المشاركين. Ready to start. First called in. تم دخول أول مهر في الفئة التاسعة. نستذكر بعض أبيات الشاعر أحمد شوقي في وصف الخيل وخاصة الخيل العربي. يقول: مؤزرة بالرعب ملدوغة به، ففي كل ثوب عقرب منه تلسبه، ترى الخيل من كل الجهات تخيلا، فيأخذ منها وهمها والتهيب، فمن خلفها طورا وحينا أمامها، وآونة من كل أوب تألب، فوارس في طول الجبال وعرضها، إذا غاب منهم مقنب لاح مقنب، فمعها يهم نجن لها ذو مهند، ويخرج لها من باطن الأرض محرب، وتنزل عليها من سماء خيالها صواعق فيهن الردى المتصبب، رؤى إن تكن حقا يكن من ورائها ملائكة الله الذي ليس يغلب. دعونا الآن نستقبل ثاني المشاركين. We're ready for the second call. والآن مع نتائج أول مهر في هذه الفئة، المهر رقم 112، زياد السهاجي من الأب مزيد الشروق والأم رشيقة المعراج، المربي والمالك مزرعة السهاجي، الهوية العربية، جميع الحكام 18.5، الرأس ورقبة،
18.5 مرتين، 19 مرتين، 18.5 مرتين. دي كانت الرأس، الرقبة 18 18 18.5 19 18 18.5 الجسم 18 مرتين 17.5 18 17.5 18. القوائم الأمامية 15.5 15 مرتين 15.5 مرتين 15. القوائم الخلفية 4 مرات 15.5 مرتين 4 مرات 15 مرتين 15.5. الحركات 18.5 جميع الحكام بإجمالي نقاط 88.63. شكرا للمهن. Next call to go. نتابع الآن مع درجات المهر الذي غادر قبل قليل، 113 سهيل المعز من الأب فرهود صار والأم سماء سبيل، مربط المعز الهوية العربية، مرتين 19، ثلاث مرات 19.5 19. الرأس لسهيل المعز 19 مرتين 19.5 19 19.5 و19. العنق 18.5 ثلاث مرات 19 مرتين 18.5. الجسم 3 مرات 18 18.5 مرتين و18. قوائم الأمامية 15.5 مرتين 16 15.5 3 مرات. قوائم الخلفية 15.5 مرتين 16 15.5 3 مرات. الحركة لسهيل المعز 18.5 18 18.5 وثلاث مرات 19 ومجموع 90.67%. Have a look on the screen. That is the result of the previous call. Number 113, Suhail Al-Mu'az, sired by Farhud Sar, out of Sama Asabil, owned and bred by Al-Mu'az, stud 90.67. Thank you, call number 114, and we're ready for the next. اللي بعده. Thank you.
Thank you for this call. Next call to go. وبنرجع للدرجات من تاني، ومعنا دلوقتي درجات المهر رقم 114، أمير رباب، من الأب سيف السوفنات والأم غالية ليلى، المربي والمالك مزرعة رباب. الهوية العربية 19 20 19 ونص 19 ونص 19 ونص 19 ونص. الرأس 19 ونص 20 19 ونص، 3 مرات 19. الرقبة 18 ونص مرتين 19 18 ونص 18 18 ونص. الجسم 4 مرات 18 17 ونص 18. القوائم الأمامية 15 15 ونص 16 15 ونص 15 ونص 15 ونص. القوائم الخلفية 15 15 ونص 16 15 ونص 16 16. الحركة 4 مرات 19 19 ونص 19 ونص، بإجمالي نقاط 91.17 وصدارة. Total result for code number 114 is 91.17 first till now. Thank you. Next, please. اللي بعده. تابع الآن مع درجات المهر رقم 115 المرتجب عمر، رقم 115 لمزرعة عمر. الهوية العربية 19 مرتين 19 ونص 19 مرتين 19 ونص. الرأس 19 4 مرات 19 ونص و19. العنق 18 ونص 4 مرات 19 و18 ونص. الجسم 17 ونص 3 مرات 18 17 ونص 18. قوائم الأمامية 14 4 مرات 15 14 ونص. القوائم الخلفية
الحركة 19.5 مرتين 19 مرتين 19.5 مرتين المجموع 90.42 for call number 115. It was call number 116 because of the lameness, it was eliminated.
Thank us for this call. Next call to go. ومع درجات المهر رقم 119 بكر الفريدة من الأب بارز الفريدة والأم دي اتش اس فيروز ربي والمالك مزرعة الفريدة. الهوية العربية مرتين 18.5 مرتين 19 19.5 19 الرأس 18.5 18.5 مرتين 19 19.5 18.5 الرقبة 19 19.5 19.5 18.5 19 19 الجسم 17.5 3 مرات 18 17.5 18 القوائم الأمامية 15 15 وباقي الحكام 15.5 القوائم الخلفية 3 مرات 15.5 15 مرتين 15.5 الحركة 18 18 3 مرات 18.5 18 بإجمالي نقاط 89.33. Total result for code number 119 is 89.33. Thank you for this call. Next call. أو كان آخر قلته. This program is offered by نتابع إذن مع نتيجة المهر رقم 117 نبراس الموسى وهو المالك فيه والمربي هو مربط الموسى. الهوية العربية 18.5 مرتين 18 18.5 19 18.5 الرأس 18.5 مرتين 18 18.5 19
49 في المركز الرابع. It's 89.46 for the last call, number 120, Bashar Abab for Abab Stud. With this total, he's placed in fourth. So let's have a look at the other results. إذن أصبحت النتائج الآن جاهزة للفئة التاسعة. نقول مبروك لأمير رباب المركز الأول، سهيل المعز المركز الثاني، المرتقب عمر المركز الثالث، الباشا رباب المركز الرابع، بكر الفريدة المركز الخامس، أدهم أوني المركز السادس، زياد السهقي المركز السابع. وبدخول الفائزين سوف يتفضل مشكورا أمين عام منظمة الجواد العربي الدكتور سالم البراق للتتويج. Ladies and gentlemen, can we have the winners of class number 9? We have call number 114, 113, 115, 120, 119, 118, and 112. Congratulations. ألف مبروك لكل الفائزين، يتفضلوا في ساحة العرض. المهر رقم 114 113 115 120 119 118 112. ألف مبروك مزرعة رباب، والمهر أمير رباب، حصوله على المركز الأول. مبروك للمهر 113 سهيل المعز، مزرعة المعز، حصوله على المركز الثاني. مبروك المركز الثاني، المركز الثالث المرتقب عمر،
ألف مبروك مزرعة عمر المركز الثالث. مبروك المركز الرابع لمزرعة رباب الباشا رباب. ومبروك المركز الخامس مزرعة الفريدة بكر الفريدة. ومبروك المركز السادس أدهم أني مزرعة أني. ومبروك المركز السابع مزرعة السهاجي زياد السهاجي.